نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: استشهاد مريض رابع في العناية المركزة في مجمع ناصر الطبي بعد انقطاع الكهرباء بسبب نفاذ الوقود والحصار الإسرائيلي، وشهداء في رفح في غارات عنيفة للاحتلال. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة عدد آخر في معارك جنوب قطاع غزة، ويقلص قوات الاحتياط بعد سحب لواء للمظلجين من خان يونس. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف المواقع الإسرائيلية بعد قصف كريات شمونة ردا على المجازر، والإعلام الإسرائيلي يقول إن صلية الصواريخ بالأمس على المستوطنة كانت الأكبر والأقصى. تظاهرات حاشدة في اليمن رفضا للعدوان على غزة وتشديد على دعم عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر. وأهالي الجولان السوري المحتل يمهلون المتورطين في مشروع التجنيد بجيش الاحتلال أسبوعا للتراجع ويعلنون التبرؤ منهم. استشهد مريض رابع في العناية المركزة في مجمع ناصر الطبي نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم، وأعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولدات الكهربائية عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل. الوزارة حذرت من خطر وفاة المرضى في العناية المركزة وثلاثة أطفال خدج في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم. يأتي ذلك فيما أجبرت قوات الاحتلال إدارة المجمع على نقل مئات من الكوادر الصحيين وعائلاتهم والمرضى المرافقين والنازحين إلى مبنى ناصر القديم. وقصف الاحتلال أحد طوابق المستشفى ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. كذلك استشهد 11 شخصا على الأقل وأصيب آخرون نتيجة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه الغارات طالت منزلا في بلدة النصر شمالي المدينة ومنزلا آخر في مخيم الشابورة وسط المدينة، إضافة إلى منزل مأهول قرب المستشفى الكويتي في المدينة أيضا. ومعنا من رفح جنوب قطاع غزة مراسلنا أحمد غانم. نرحب بك أحمد، ونسأل عن الأوضاع في كامل القطاع لا سيما في رفح على وقع الشهداء الذين ارتقوا أيضا ليلة أمس بفعل العدوان على رفح، وماذا عن باقي القطاع تحديدا مجمع ناصر الطبي؟ نعم دينا، نبدأ من خان يونس بطبيعة الحال، حيث أغارت الطائرات المسيرة قبل قليل على تجمع للمواطنين في محيط مدرسة طيبة شرق خان يونس، وأنباء أولية عن ارتقاء شهيدين ووقوع عدد آخر من الجرحى. نحن لا نتحدث فقط عن العملية العسكرية التي تستهدف مجمع ناصر الطبي، وإنما استمرار للعدوان على كل مناطق خان يونس الشرقية وكذلك وسط خان يونس، بالإضافة إلى المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المدينة. هناك عدة مدارس أيضا بمحيط مجمع ناصر الطبي ما تزال محاصرة بالدبابات الإسرائيلية، ويمنع حتى الآن خروج أي أحد من هذه المدارس، وكذلك يمنع تزويد هذه المدارس بالمياه والغذاء وكذلك احتياجات آلاف النازحين. وهناك أيضا مدارس محاصرة في منطقة عبسان الكبيرة مليئة بالنازحين، كان قد أوى إليها الناس بعد دخول الدبابات الإسرائيلية إلى المنطقة الشرقية، وهؤلاء تعرضوا إلى اقتحامات، أو تعرضت هذه المدارس إلى اقتحامات، اعتقل الرجال وكذلك فصلوا عن النساء والأطفال، ولا يزال مصير أعداد كبيرة منهم مجهولة. اليوم استهدف مجموعة من المواطنين في محيط أحد هذه المدارس وهي مدرسة طيبة، وارتقى يعني شهيدين
بحسب المعلومات الأولية، لأن هناك صعوبة كبيرة أصلا ستكون في عملية نقلهم إلى المستشفى الأوروبي نظرا لتواجد الآليات والدبابات الإسرائيلية. نتوجه مباشرة إلى مستشفى ناصر الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي يوم أمس، جرف مساحات واسعة من باحاته الخارجية، جرف المقبرة الجماعية التي نظمتها الوزارة أو يعني أقامتها الوزارة للمئات من الجثامين التي لم يستطع أحد أن يخرج بها إلى المقابر لدفنها بعد تواجد أو محاصرة الآليات الإسرائيلية لمجمع ناصر الطبي لأكثر من أسبوعين. الجيش الإسرائيلي يوم أمس أطلق كلابه البوليسية في كل المباني التابعة لمجمع ناصر، أخلى آلاف النازحين، اعتقل المئات منهم، وكذلك أمر الطواقم أو أجبر الطواقم الطبية على إخلاء عوائلهم في المستشفى، إذ أن معظم عوائل الطواقم الطبية كانت متواجدة في هذا المستشفى. وبالأمس أصدر تعليماته بنقل كل المرضى والجرحى إلى المبنى القديم، حتى أولئك المرضى في غرف العناية المركزة أمر بنقلهم إلى المبنى القديم في مجمع ناصر الطبي، وهذا المبنى هو مبنى مهترئ لا تتوافر فيه أدنى الخدمات الطبية، حتى أولئك المرضى المثبتون على الأجهزة على أجهزة التنفس الصناعي. اليوم الجيش الإسرائيلي يمارس يعني مزيدا من جرائم من جرائمه، ويأمر هؤلاء النازحين بالانتقال مباشرة مع المرضى والجرحى إلى قسم الولادة الذي حوله بالمناسبة يوم أمس إلى ثكنة عسكرية دون أن يتمكن أحد منهم من أن يأخذ معه قطعة ملابس واحدة في ظل أجواء باردة، منعهم من أن يصطحبوا معهم المياه، منعهم من اصطحاب الطعام، وبالتالي فإن الأوضاع داخل مجمع ناصر الطبي خطيرة للغاية. المعلومات والصور التي تخرج من هناك شحيحة باستثناء ما تتحدث به وزارة الصحة التي قالت بأن 4 مرضى في العناية المركزة قد فقدوا حياتهم هذا اليوم بفعل انقطاع التيار الكهربائي عن كل المستشفى، وبفعل أيضا انتهاء الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية داخل المستشفى. قبل ساعتين اقتحم الجيش الإسرائيلي مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي وعبث بمحتوياته، والقناص الآن يعتلون أكبر المباني أو أعلى المباني في مجمع ناصر ويطلقون النار من هذا المبنى باتجاه الناس. الشاهد في موضوع ناصر هو أن الجيش الإسرائيلي دينا يكرر السيناريوهات التي ارتكبها في مجمع الشفاء الطبي بعد أن جرف المقابر وفجر أقساما فيها وأحرق مخازن الأدوية. ذات السيناريو حصل في مجمع ناصر الطبي حيث أحرقت مخازن الأدوية، وكذلك أيضا اعتقل المئات من النازحين واختطفت الجثامين من المقابر بعد تجريف الجيش الإسرائيلي لهذه المقبرة الجماعية بعد تحريض استمر أسابيع على هذا المجمع، وفق ما قاله الناطق أو زعم به الناطق باسم الجيش الإسرائيلي من أن لدى الجيش معلومات استخبارية من أن حركة حماس قد استخدمت هذا المكان أي مستشفى ناصر كمكان لتخبئة الجنود الإسرائيليين، وكذلك أيضا ربما إخفاء جثامين أسرى. ولكن كل هذه الأكاذيب هي مجرد ادعاءات باطلة لتبرير اقتحام الجيش الإسرائيلي لهذا المستشفى. الآن يمكن القول بأن مجمع ناصر الطبي خرج عن الخدمة بشكل كامل، وهذا سيلقي بظلاله على أكثر من 450 ألف نسمة ما زالوا يعيشون في مدينة خان يونس وكذلك في الخيام في النواحي الغربية من المدينة. بالنسبة إلى مدينة رفح، هذه الليلة ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين بحق عائلتين، إحداها في منطقة النصر شرق رفح راح ضحية قصف منزل 7 أشخاص، وكذلك في مخيم الشبورة للاجئين الفلسطينيين قصف منزلا راح ضحيته 4 من أفراد عائلة جودة بينهم طفل، فيما واصلت المدفعية عملية استهداف المناطق الشرقية لرفح طوال هذه الليلة. المنطقة الوسطى يتركز القصف الإسرائيلي بالمدفعية على أطراف مخيمي المغازي والبريج، بالإضافة إلى أن مدينة غزة وشمالها القصف يتركز في 3 مناطق، الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون، الأطراف الجنوبية الغربية لتل الهوى والشيخ عجلين، وبعض الأطراف الشرقية لتل الزعتر، وكذلك منطقة مخيم جباليا. فيما الآن الأعين على رفح، لا تزال هناك أسئلة بلا أجوبة، هل يمكن أن ينفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته طبعا بدخول رفح؟ وهناك طبعا معلومات تتوارد عبر وسائل إعلام لم يتم التثبت من صحتها حول إقامة مصر معسكرات للخيام على بعد عدة أميال أو تتسع لآلاف النازحين. كل هذه المعلومات في الحقيقة تثير القلق والمخاوف لدى سكان القطاع من مغبة قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تهديداته بتهجير سكان القطاع
حينما يهم باجتياح مدينة رفح التي يقطنها ما يزيد على 1,500,000 نسمة يعيشون في واقع صحي وإنساني صعب للغاية، لا تتوافر لديهم أدنى مقومات الحياة. شكرا جزيلا لك زميل أحمد غانم على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة. التهديدات الإسرائيلية إذن بشن عدوان بري على رفح والتي تؤوي مئات آلاف النازحين تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الواقع الصحي في المدينة التي تفتقر أصلا إلى أي مقومات خاصة للتعامل مع أي تصعيد للعدوان. أكرم دلول والتفاصيل. مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية عدوانية واسعة النطاق على مدينة رفح، تبرز تساؤلات كثيرة بشأن إمكانات الواقع الصحي المتهاوي أصلا بفعل الحصار الإسرائيلي قبل أن تبدأ إسرائيل هذه الحرب المدمرة. المدينة يسكنها 300,000 فلسطيني، والآن تأوي ما يقرب من 1.5 مليون نازح، وعلى هذه الشاكلة هو الوضع في المشفى الوحيد في مدينة رفح وهو مشفى أبو يوسف النجار. نحن نتحدث عن غارات إسرائيلية على المدينة تؤدي إلى هذا التكدس الكبير في أروقة وكذلك غرف العمليات المختلفة داخل هذا المستشفى. فإذا ما تخيلنا أن إسرائيل شنت عدوانا على المدينة يمكن أن نتحدث عن كارثة محققة بحسب ما تؤكد كل المعطيات هنا، وتحديدا وزارة الصحة التي تحذر وتدق ناقوس الخطر. لن نستطيع تقديم الخدمة للمرضى، فما بالك عندما يأتي إصابات وشهداء وجرحى. إصابات الحرجة لن يكون لها أي علاج، لأنه لا يوجد في داخل مستشفى النجار ولا في مدينة رفح ICU عناية مركزة، ولا قسم وحدة قلب، ولا قسم عناية أوعية دموية، ولا جراحة أعصاب. فهذا الأمر سيكون كارثي لا قدر الله. ما حصل مع هذه العائلة قد يمثل نموذجا مصغرا لما قد يجري في مقبل الأيام إذا ما نفذت إسرائيل تهديداتها بشأن شن عدوان على رفح. والد هذين الشابين للتو كان على قيد الحياة، لكن انعدام مقومات علاجه في هذا المستشفى الوحيد أدى إلى وفاته، وهو أمر يدق ناقوس الخطر بحسب كثير من المنظمات الدولية حيال ما يمكن أن يجري في مدينة رفح. هاي مات بين ايدينا وبين كل ايدين كل الدكاترة، فيش علاج. هاي عملنا له 50 سرنجة من ظهره مية. بقية المرضى حال وحال، بقية المرضى حالة مأساوية تعيش المستشفى أبو يوسف النجار، لا يوجد علاج، لا يوجد كادر طبي متوفر يكفي المرضى، حالة مأساوية صعبة جدا. فما بالك لو كان هناك اجتياح لمدينة رفح، سيكون الوضع فوق يعني بفوق الخيال، مأساوي جدا حيكون. يصطف المرضى والجرحى على هذه الشاكلة ربما طوابير للحصول على قياس ضغط أو أي عملية جراحية قد تكون صغيرة أو كبيرة. الطواقم الطبية هنا تفاضل بين الحالات في ظل التكدس الواضح في أعداد الجرحى والمرضى والمصابين داخل هذا المشفى الوحيد في رفح. ما يعني أن أي عمل عدواني قادم على رفح سيكون له تداعيات وخيمة. أكرم دلول من مدينة رفح، الميادين. عائلة عساف شمال قطاع غزة شاهدة على حرب الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلات تم شطبها من السجل المدني الفلسطيني. يقضي أحد أفراد العائلة وأحد الناجين من المجزرة معظم وقته بالبحث عن جثامين العائلة بعد أن جرف الاحتلال الإسرائيلي القبر الجماعي الذي دفنوا فيه. هذا التقرير لمحمود العوضية. نحن هنا في شمال قطاع غزة، تحت هذا الركام يوجد عشرات الشهداء لعائلة عساف التي قصفتهم طائرة الغدر الصهيونية فأمحتهم من السجل المدني ولم يتبقى منهم إلا القليل. من حمد رب العالمين مجزرة آل عساف 3/12 انضرب البيت عندنا، من حمد رب العالمين عندنا ما يقارب ال 39 شهيد، ففي منهم 19 شهيد تمكنت انا فقط انا من بيت عساف ومن اهل الخير حبايبنا واصدقائنا تمكنا نيجي على المنطقه هذه قريبه من البيت على اساس انه كانت متحاصره مقبره بيت لايا، ففحرنا هان قبر جماعي ودفنا 19 شهيد، منهم ابويا منهم اخويا منهم خواتي منهم نسوان اخواتي منهم طفلي الصغير.
فتفاجأنا اتحاصرت كمان عدوان، أخلينا من المنطقة. بعد ما رجعنا جيت أنا أنقل شهدائنا على المقبرة، لقيت الجيش عابر على الأرض، وزي ما أنت شايف لي أكثر من 20 يوم بدور عليهم مش موجودين. قاعدين أنا وأخواتي على باب الدار، وأولاد عمي نازحين عنا، دار عمي نازحين عنا، ودار خالي نازحين عنا. فجأة وإحنا قاعدين على باب الدار لهو صاروخ بنزل كل الدار، وقعت وإحنا باب الدار، إحنا كل الحيطان ارتمن علينا. أنا وقع عمود على ظهري، في فتحة في ظهري، وصار عندي شلل نصفي في رجلي. أخو وإخواتي الاثنين استشهدوا بأولادهم نسوينهم. إحنا اتمكننا امبارح من في البيت نطلع 6 شهداء من بعد 75 يوم من ضربة البيت. طبعا ضربة البيت عنا أجت في وقت إنه كانوا كل أهل البيت عبارة عن 6 شباب وما تبقى أطفال ونساء. محاولات البحث مستمرة هنا عن ما تبقى من جثامين شهداء لهذه العائلة التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، ونجا منهم بعض الأطفال ليبقوا شاهدين على جرم الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لقطات جوية صادمة لحجم الدمار الذي لحق بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأظهرت هذه اللقطات تسوية مناطق سكنية بالأرض في الأطراف الشمالية من المخيم، إلى جانب حجم الدمار في المدارس والمرافق التابعة للأمم المتحدة والمركز الرئيسي لعيادة مخيم الشاطئ الذي قصفه الاحتلال فضلا عن إشعال النيران فيه وتدميره. كتائب القسام أكدت مواصلتها عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور عديدة بقطاع غزة. الكتائب أكدت أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع القوات المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أعلنت أن مجاهديها يواصلون استهداف القوات الإسرائيلية المعززة بالآليات بقذائف الياسين 105 وقذائف تي بي جي المضادة للتحصينات والعبوات الناسفة. سرايا القدس أعلنت استهدافها بالقصف المدفعي والصاروخي خط إمداد وتموضع لقوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس وشمال شرقها. السرايا نشرت مشاهد من حمم الهاون التي قصفت بها وكتائب الأنصار المواقع والحشود العسكرية للاحتلال شمالية قطاع غزة. ومن جانب آخر، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة عدد آخر في معارك جنوب قطاع غزة. وأشار جيش الاحتلال إلى أن الجندي هو رقيب أول في الكتيبة 202 في لواء المظليين، وقتل في معركة في جنوب قطاع غزة، فيما الجرحى إصاباتهم متفاوتة. وسائل أعلام إسرائيلية أشارت إلى أن جيش الاحتلال قلص قوات الاحتياط في غزة وسحب لواء المظليين 646 من خان يونس جنوب القطاع. وسائل أعلام إسرائيلية ذكرت أن قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية توصل إلى خلاصة مفادها بأنه حتى لو جرى هزم حماس كمنظومة ستبقى كمنظمة حرب عصابات، وبالتالي لن يحدث انتصار مطلق. وقال الإعلام الإسرائيلي أن رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات يصوغ نوعا من التحذير للمستوى السياسي، مفاده أن رغم المناورة في قطاع غزة وتصفية من وصفهم بالمخربين يجري الحفاظ على دعم حقيقي في حماس. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن كبار قادة شعبة الاستخبارات حددوا أن غزة ستتحول إلى منطقة في أزمة عميقة، لأنه لا توجد بدائل حاليا ولا خطوة فعلية لتنظيم بديل لحماس وفق تعبيرهم. نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية وقفة احتجاجية قرب مقر وزارة الأمن الإسرائيلية
للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لكابينت الحرب، حيث طالب المحتجون بالإفراج عن ذويهم قبل إكمال الحرب وإجراء المفاوضات. وباتت هذه التحركات الاحتجاجية يومية في تل أبيب، حيث تتجمع عائلات الأسرى ومؤيدوهم للاحتجاج، ما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور. أنا هنا لأذكر حكومتي بضرورة بذل قصارى جهدها لإعادة الرهائن إلى وطنهم والذهاب إلى القاهرة وإبرام اتفاق لإحضارهم وشن الحرب بعد ذلك. من الأفضل صنع السلام بعد ذلك، لكن إعادتهم إلى الوطن أولوية. انتقال الخلافات من الساحة السياسية إلى داخل كابينات الحرب تنذر بالأسوأ بحسب محللين إسرائيليين، وتشير إلى الفجوة القائمة بين متخذي القرار في إسرائيل. هذا تقرير لمنال إسماعيل. في كل الاتجاهات يصارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويفتح جبهات مواجهة سياسية، بدءا من الخلافات مع المعارضة وخصومه السياسيين، مرورا بالجيش الإسرائيلي وعائلات الأسرى، وصولا إلى الإدارة الأمريكية وكابينة الحرب. فبعد حملة الانتقادات الواسعة ضد رئيس هيئة الأركان العامة هيرتسي هاليفي ومعه الجيش الإسرائيلي التي كان نتنياهو وراءها في الكواليس، بدأت خلافاته داخل الكابينت ولا سيما مع الوزيرين بيني غانتس وغادي أيزنكوت من حزب معسكر الدولة تطفو على السطح لأسباب كثيرة، أبرزها كيفية إدارة نتنياهو للحرب وصفقة الأسرى والعلاقة مع الأمريكيين. التوتر بين أعضاء كابينة الحرب المنتدى المقلص لإدارة الحرب آخذ بالتزايد. غانتس ونتنياهو لا يتحدثان مع بعضهما تقريبا، وأيزنكوت شن هجوما قاسيا على نتنياهو في أحاديث مغلقة وقال إن تصرفاته خطيرة. مصدر قال لنا إن نتنياهو يشك في أن غانتس يجري محادثات مع الأمريكيين وإنه غير راض عن ذلك. محللون قالوا إن توفير غانتس وأيزنكوت شبكة أمان لنتنياهو بدخولهما كابينة الحرب قد انتهت مفاعيلها بالنسبة لنتنياهو الآن، ولاسيما أنهما يشخصان رغبة متزايدة لديه في دفعهما خارجا. مما سمعته فإن لدى غانتس وأيزنكوت شعورا بأن نتنياهو ينتج عن قصد تمييزا بينه وبينهما، كما لو أنهما هما المتساهلان والمستعدان لدفع أثمان باهظة، وأنه لو كان الأمر متعلقا بهما لكانت الحرب توقفت. هو يتصلب في مواقفه عن قصد لتظهير معسكره المتصلب إذا صح التعبير مقابل معسكرهما الركيك. وفيما يعمل نتنياهو بحسب معلقين على تحويل كل انتقاد إلى مواجهة سياسية في محاولة لتعزيز مكانته على الساحة السياسية، أشارت استطلاعات الرأي إلى استمرار الوضع الصعب للليكود والائتلاف إذا جرت انتخابات اليوم، مع حصول المعارضة على 66 مقعدا مقابل 44 فقط للائتلاف، فيما تعززت مكانة غانتس لرئاسة الحكومة ليحصل على 47% مقابل حصول نتنياهو على 32% فقط. منال إسماعيل، الميادين. صحيفة هآرتس الإسرائيلية رجحت أن يتم اتفاق تبادل الأسرى قبل شهر رمضان، ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن تل أبيب تفضل استنفاد العمليات في جنوب قطاع غزة في الأسابيع القريبة، وما زال من السابق لأوانه تقدير ما إذا كان الطرفان سيخرجان أو يخرجان الصفقة إلى حيز التنفيذ أم لا، وأشارت إلى أن هناك صعوبة في توقع قرارات نتنياهو. الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات الجارية بشأن الأسرى وفق ما أعلن بيان للبيت الأبيض. بايدن كرر وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح ينبغي ألا تستمر من دون خطة موثوق بها وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة المدنيين ودعمهم في المدينة وفق البيان. وبايدن أعرب كذلك عن التزامه العمل لدعم إطلاق جميع الأسرى. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رأى أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق الأسرى في غزة ما زال ممكنا، وخلال زيارة لألبانيا تحدث بلينكين عن قضايا صعبة جدا لا يزال يتعين حسمها.
نحن الآن نعمل مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على الأمر ونعمل بشكل مكثف جدا عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا ممكن. هناك بعض القضايا الصعبة جدا التي يتعين حسمها، لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدما واستكشاف ما إذا كان يمكننا التوصل إلى اتفاق. في لبنان، أفاد مراسلنا بانطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه موقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة. في المقابل، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة القنطرة جنوب لبنان. كذلك استهدف قصف مدفعي أطراف بلدات الهبارية والفرديس ورشي الفخار في القطاع الشرقي. وأظهرت المشاهد الدمار الكبير الذي خلفه قصف للاحتلال على بلدة بليدة الحدودية. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلدية كريات شمونة أن ضربات صاروخية على المدينة ألحقت أضرارا بشبكتي الكهرباء والمياه، إضافة إلى إصابة منازل عديدة. الإعلام الإسرائيلي قال إن صلية الصواريخ بالأمس على كريات شمونة كانت الأكبر والأقصى، إذ استهدفت المستوطنة ب 27 صاروخ وفق الإعلام الإسرائيلي. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهداف كريات شمونة بعشرات الصواريخ من طراز فلق في رد أولي على مجزرتي النبطي والصواني، وأعلنت استهداف التجهيزات التجسسية في موقعي المرج والراهب، وقصف مواقع الناقورة والسماقة وزبدين ورويسات العلم بالأسلحة الملائمة، وإصابتها إصابات مباشرة. ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد لاستهداف موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. أعلنت حركة أمل ارتقاء 4 شهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. بيان الحركة نعى الشهداء نزار برو، محمد سعيد، علي عيسى وحسين برجاوي أثناء أدائهم واجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب. وتشيع المقاومة في لبنان عددا من شهدائها الذين ارتقوا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وللمزيد ينضم إلينا من النبطية في جنوب لبنان مراسلنا جمال الغربي. جمال، لو أطلعتنا على الأجواء في ظل تشيع أكثر من شهيد اليوم ارتقوا في جنوب لبنان، إن كان باستهدافات وبعدوان إسرائيلي أو إن كان أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي والوطني. نعم دينا، يودع الجنوب والمقاومة اليوم ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية على طريق القدس. نحن هنا في مدينة النبطية حيث من المفترض أن تنطلق بعد قليل مسيرة تشييع الشهيد القائد علي الدبس الحاج حيدر الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس. الشهيد الحاج حيدر أو بالأحرى الشهيد علي الدبس قائد ميداني في المقاومة، وهو كان يمني النفس دائما يعني بأن يرتقي شهيدا. الشهيد الحاج علي الدبس له باع طويل في تاريخ
الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وكان له بصمات عديدة، وكان العدو الإسرائيلي دائما يلاحق الشهيد الحاج حيدر أو الشهيد علي الدبس. أيضا يعني بعد قليل المقاومة ستشيع في بلدة قومين تحت الشهيد المجاهد حسان إبراهيم عيسى كرار. أما في بلدة خربة سلم ستشيع المقاومة الشهيد المجاهد حسين علي نور الدين، وفي القليلي في جنوب لبنان تشيع المقاومة الشهيد المجاهد حسين علي عقيل. في عيناتة في جنوب لبنان تشيع المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد الكريم محمد علي سمحات. أيضا يعني المقاومة شيعت قبل قليل في جنوب لبنان وتحديدا في بلدة عيت الشعب الشهيد المجاهد ناصر أحمد سعد أبو مهدي. فيما يتعلق يعني حركة أمل، أو بالأحرى يعني بيانات النعي، حركة أمل كما ذكرت زفت 4 من عناصرها، وهم يعني الشهيد علي حسن عيسى من بلدة جبشيت، محمد حسين سعيد من بلدة القصيبي، وقاسم نزار برو من بلدة الشرقية. وأيضا نعت حركة أمل الشهيد حسين برجاوي. بالمناسبة الشهيد حسين برجاوي كان قد ارتقى بالاستهداف الأخير لمدينة النبطية قبل يوم أمس، عندما استهدفت المبنى الذي يقطن فيه الشهيد حسين برجاوي، ما أدى إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة الشهيد حسين برجاوي، علما يعني بأن مراسم تشييع شهداء مجزرة النبطية لم يتم تحديدها بعد بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات والفحوصات الطبية للحمض النووي. وكانت المقاومة الإسلامية يعني صباح اليوم كانت قد نعت الشهداء يعني مصطفى خضر قصير والشهيد محمد علي درويش مهدي. دينا، شكرا جزيلا لك الزميل جمال الغربي، كنت معنا من النبطية. أيضا نشير إلى أنه هذا التشييع في مدينة النبطية يجري بالقرب من تمثال حسن كامل الصباح، حيث استهدفت المسيرات الإسرائيلية قبل أسبوع المكان. في اليمن إذن خرجت مسيرات حاشدة تحت شعار ساحاتنا جهاد، ثابتون مع غزة حتى النصر، في 20 ميدان وساحة بمحافظات صعدة وريما ومأرب، تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. بيان المسيرات دعا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح بدعم أمريكي وغربي ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم. كما جدد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن، أو جدد الدعم لها ضد السفن الأمريكية والبريطانية. إن إسرائيل وبقائها في الوطن العربي، وإذا لم تستأصل سيبقى الشر وتبقى الحروب ويبقى الإرهاب مستمر على أبناء الوطن العربي والإسلامي. لم يعد الأمريكي يسبح ويمرح في البحار أو يتلذذ بالاستراحة الدائمة في البحر، فها هم رجالك وها هم المجاهدون ممن هيأتهم لمواجهتهم يقصفون الأمريكي وينكلون به في البحار، ولم يعد البحر منتزها يسرح ويمرح فيه، ورجالك حاضرون في كل الجمهورية اليمنية ومناطقها. ونبقى في اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن. سريع أكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية لايكا فيتوس أثناء إبحارها في خليج عدن. وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات
ردا على العدوان الأمريكي البريطاني. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الأحرار والشرفاء من أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية جادة نصرة لإخواننا في قطاع غزة ورفضا للإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا وبريطانيا. استهدف عدوان أمريكي بريطاني جديد منطقة الجبانة في مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد استهداف طال الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه جنوب المحافظة. وكانت المقاتلات الأمريكية والبريطانية قد استهدفت رأس عيسى في مديرية الصليف بعدما شنت في وقت سابق 6 غارات على منطقتي الجبانة ورأس عيسى في الحديدة. قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حمل واشنطن المسؤولية عن الإجرام الإسرائيلي في غزة وعن استمراره. الحوثي رأى أن العمليات في البحر الأحمر تحول استراتيجي في واقع المنطقة وتقويض للنفوذ الأمريكي. الأمريكي الذي اعتاد عندما يستهدف أي بلد عربي أو أي بلد إسلامي أن يتخاذل الجميع، أن يهدد كل الدول العربية والإسلامية ثم تبقى لتتفرج. انتهت هذه المعادلة التي كان يفرضها، تلاشى ذلك النفوذ الذي كان إلى هذه الدرجة. اليوم هناك من لا يخنع لأمريكا، من لا يخضع للتهديدات الأمريكية ولا يخنع للأمريكيين ليساند أبناء أمته، ليساند الشعب الفلسطيني. وفي عمان تظاهرة قرب وزارة الخارجية الأردنية، المتظاهرون طالبوا بوقف الجسر البري المخصص لدعم الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. وللمزيد تنضم إلينا من هناك الزميلة لنا شاهين مراسلتنا من عمان. نرحب بك لنا ونسأل عن الأجواء في ظل هذه التظاهرة وتظاهرات المستمرة أيضا في الأردن دعما لغزة ومقاومتها. وعم بتطاردنا الحروب. بالفعل دينا هذه الفعاليات هي متواصلة، هي مستمرة. نحن نتواجد بالقرب من وزارة الخارجية. كان من المتوقع أن تصل هذه الفعالية إلى الأدوار النصف ولكن لم يتمكن المشاركون من الوصول، حالة دونهم ودون سوق الخضار المركزي. على كل الأحوال العنوان الكبير اليوم لهذه الفعالية هي أوقفوا جسر العار، أوقفوا تصدير الخضار إلى إسرائيل. لذلك هم يطالبون الحكومة الأردنية بمنع تصدير الخضار إلى إسرائيل. وبالرغم من أن الحكومة قالت إنها لا تملك السلطة لإصدار تراخيص التصدير وإنما فقط الاستيراد، وأن من يقوم بهذه عمليات التصدير هم فئة معينة من الشخصيات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. ولكن المحتشدون هنا يطالبون بداية الحرب، يطالبون بعدم دعم إسرائيل بوقف التطبيق وعدم مد إسرائيل بجسور من الغذاء والدواء وبجسور من الغذاء والدعم، لا سيما في ظل الحصار الذي يفرضه اليمن على إسرائيل ومنع أي من السفن من الوصول إلى إسرائيل. لذلك خرجوا هذا اليوم ليعلوا صوتهم وليقولوا إنهم يطالبون بمد جسور الإغاثة إلى غزة، وإن كان الأردن قد مد غزة بالعديد من جسور الإغاثة بريا وجويا، ولكن المطلب الأكبر هو بداية وقف التصدير، تصدير الخضار إلى إسرائيل، وأيضا وقف الجسر البري والذي أعلن عنه الإعلام الإسرائيلي. الحكومة الأردنية نفت هذا الجسر البري، وجود هذا الجسر البري. وحتى فيما يتعلق بتصدير الخضار قالت إنه مجرد فئة، وزارة لا تملك الآلية القانونية لمنع التصدير، ولكنها إذا أرادت أن تمنع التصدير إلى إسرائيل كدولة معينة هي لابد من أن تمنع التصدير إلى جميع الدول، وهذا يضر بالاقتصاد الأردني. على كل الأحوال الدعم، كل الدعم لمن يقف إلى جانب قطاع غزة، الدعم إلى اليمن، الدعم إلى لبنان، الدعم إلى كل
من يقاوم وإن كانت له طريقته الخاصة، إن كان بمنع السفن، إن كان بدعم غزة، وإن كان بأي وسيلة يراها، حتى بالخروج إلى الشوارع. هذه ليست الفعالية الأولى دينا، فعاليات متواصلة مستمرة لدعم غزة وللتأكيد أن دعم الجبهة اليمنية في وجه إسرائيل هو واجب إنساني ووطني وأخلاقي، لأن إسرائيل استباحت غزة وارتكبت فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب. لذلك لابد من دعم غزة بأي شكل من الأشكال ورفض التطبيع. لذلك نعم دينا، باختصار هم يطالبون بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل. شكرا جزيلا لك يا زميلة لنا شاهين، مراسلتنا من عمان. في سوريا نفذ أهالي الجولان المحتل وقفة جماهيرية لمواجهة مشاريع الأسرلة، وعلى رأسها تطوع أفراد في صفوف جيش الاحتلال وأذرعه. ورأوا في بيان أن كل المتورطين في مشروع التجنيد وحمل السلاح وارتداء زي العدو مغرز بهم ودعوهم إلى التراجع. البيان دعا إلى المقاطعة الاجتماعية والدينية لكل من يتورط في مشروع التجنيد مع كل أفراد أسرته إذا لم يبادروا إلى رفض سلوكه والتبرؤ منه علانية. وأعلن الأهالي إصرارهم على اجتثاث هذه الظاهرة المدمرة في المجتمع وعدم قبولها حاضرا ومستقبلا، تماشيا مع روح الوثيقة الوطنية وبنودها التي تجسد انتماء أهالي الجولان والهوية السورية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلوك الغرب الجماعي بات على شكل مظاهر عدوانية للاستعمار الجديد. وفي كلمته أمام المشاركين في المنتدى الدولي من أجل حرية الأمم في موسكو، قال بوتين إن الغرب يمارس الضغط الاجتماعي أو الضغط الاقتصادي على الدول الأخرى لحرمانها من السيادة وفرض القيم الغريبة عليها. وينضم إلينا من موسكو مدير مكتب الميادين مسلم شعيتو، نسأل عن هذا المؤتمر أكثر في تفاصيلها، أيضا في كلمة الرئيس بوتين وكامل الإحاطة المتعلقة بها لو سمحت. مسلم تفضل. صباح الخير لكم المتابعين الميادين. نعم، افتتح هذا المؤتمر اليوم بحضور ما يقارب 50 دولة ويمثلهم حوالي 200 شخص من مختلف القارات العالمية، أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وكان الحضور اللافت للصين وأيضا للوفود الأفريقية وبعض الوفود العربية. تحدث في البداية في أثناء افتتاحه نائب رئيس الروسي لمجلس الأمن القومي السيد ميدفيديف، وهو رئيس حزب روسيا الموحدة، هذا الحزب الذي دعا لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه الأحزاب الحاكمة في العالم والأحزاب المعارضة للهيمنة وأحادية القطب. وتحدث أيضا بالأرقام، حيث قال أن هناك ما يقارب 1% من البشرية يسيطر على ما يعادل 60% من الخيرات التي تمتلكها دول العالم، وباقي 99% من الشعوب لا تستطيع الحصول على أكثر من 40% من حاجياتها ومن إنتاجها. نعم، وتحدث أيضا عن أهمية العمل من أجل التخلص من أحادية القطب. هذه الأحادية التي تحدث رئيس أفريقيا الوسطى قائلا أنها بدأت تتغير مع تغير العالم، وتغير الاستعمار يأخذ أشكالا مختلفة عبر الشركات الضخمة والشركات الكبرى التي تمنع التطور وتعيق تحديث الدول وتعيد إمكانية استغلالها لمواردها الطبيعية. وأيضا تحدث ممثل الصين داعيا إلى الديمقراطية الحقيقية، هي الديمقراطية العادلة، الديمقراطية التي تبنى على أساس التبادل المشترك والمنفعة المشتركة ما بين الدول، خاصة في المجال الاقتصادي والحفاظ على القيم والتقاليد والعادات. شكرا جزيلا لك مسلم شعيتو مدير مكتب الميادين في موسكو. أما الآن مشاهدينا إلى مجزي الاقتصاد والرياضة، والبداية مع أخبار الاقتصاد مع زميل عبد الله ظاهر. مرحبا دينا. مرحبا عبد الله، تفضل. شكرا. أهلا بكم. مبيعات العقارات في كيان الاحتلال هي الأسوأ على الإطلاق، وفق ما أظهر مسح أجرته وزارة المالية الإسرائيلية عن عام 2023. وبيّن المسح أنه تم بيع 70,000 شقة سكنية فقط طوال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 30 عاما، على الرغم من العروض الخاصة التي قدمها المطورون العقاريون. وكان البنك المركزي في كيان الاحتلال قد أكد أن القروض الموجهة إلى الرهن العقاري تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي في كانون الثاني يناير الماضي.
وفي الولايات المتحدة حذرت وزارة الخزانة من احتمال انهيار شركات الرهن العقاري غير المصرفية التي تعمل مع المقترضين الذين يعانون مشاكل مادية بسبب مدخولهم المحدود. وأكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الزيادة الكبيرة في عدد شركات الرهن العقاري غير المصرفية تنذر بالخطر، وأعربت عن قلقها من الإفلاس المحتمل لتلك الشركات. وينبه خبراء من خطر تكرار سيناريو أزمة عام 2008 بفعل ازدياد القروض عالية المخاطر، أي القروض المقدمة إلى ذوي الدخل المحدود المشكوك في قدرتهم على الوفاء بديونهم. وافق البنك الدولي على إرسال نحو 300 مليون دولار إلى أفغانستان وفق نهج جديد يقضي بإرسال الأموال عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وأوضح البنك الدولي أن الأموال تبقى خارج سيطرة نظام طالبان في أفغانستان وتوضع في صندوق ائتماني معني بتعزيز الخدمات الأساسية المهمة مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والتوظيف. ويأتي ذلك في ظل خسارة أفغانستان 75% من ميزانيتها بسبب مقاطعة الدول الغربية والشركات نظام طالبان الذي استولى على الحكم في شهر آب أغسطس من عام 2021. أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك عن استعداد بلاده لمساعدة السعودية على تحقيق أهدافها السياحية الطموحة. وبحسب وكالة الأناضول قال شمشك على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار إن تركيا قد تساهم في بناء وتشغيل المرافق في نقل السياح عبر منظمي الرحلات في تركيا، ما يساعد السعودية في تحقيق طموحها إلى جذب 70 مليون سائح كل عام. أصدر البنك المركزي الروسي بيانات تفيد بأن حصة الروبل ارتفعت في تسوية المدفوعات بين روسيا من جهة وكل من أمريكا الجنوبية واللاتينية وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية. وبحسب البيانات ارتفعت حصة الروبل في واردات السلع والخدمات على مدار العام الماضي بنسبة 2.2% إلى 31%. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد جدد القول إن دول مجموعة بريكس تبحث إطلاق منصات دفع موحدة تستخدم عملات الدول الأعضاء إلى حين التوصل إلى إصدار عملة موحدة. هذا كل ما لدينا من أخبار. شكرا لحسن المتابعة وذلك دينا. إذن مشاهدينا في ختام هذه النشرة نذهب إلى زميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن للوقوف والاطلاع أكثر على آخر التطورات تحديدا فيما خص العدوان الجديد على الحديدة، العدوان البريطاني الأمريكي. عبد الله ماذا في التفاصيل؟ نعم، عدوان أمريكي بريطاني جديد استهدف بغارة جوية واحدة شمال مديرية الزهرة، شمال الحديدة طبعا غرب اليمن، وهذه المديرية أيضا هي مديرية ما تقع ما بين حجة والحديدة. وبالتالي العدوان يستمر في تركيزه على استهداف محافظة الحديدة بكافة مديرياتها، وقد شهد الأسبوع الأخير أكثر من 40 غارة جوية معظمها تركزت على محافظة الحديدة بمختلف مديرياتها. هذه أيضا الغارات استمرت بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية أنصار الله حركة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة، ولكن الجيش اليمني أكد بالأمس أن عملياته ستتصاعد خلال الأيام المقبلة رغم الغارات ورغم العدوان الأمريكي البريطاني. شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. إذا مشاهدينا هذه النشرة انتهت. للمزيد زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.